دكتور، يعني اولا حضرتك متصور مين يعني هل دعوه 28 نوفمبر اللي بداتها جبهه السلفيه جبهه خالد سعيد، هل هي تمت بالتنسيق مع اطراف تانية؟ هل الجبهه السلفيه هنا كانت مجرد غطاء لاطراف اخرى، وخصوصا ان شفنا ان في ناس دخل على الخط؟ حضرتك هاني سري بتاع المرصد، هاني السباعي بتاع المرصد الاسلامي الموجود في لندن دعا لحمل السلاح، وفي فصائل تانية بدات تدعم هذا النوع، هل من الخروج، هل ترى ان ده كان فيه غطاء او تنسيق مسبق، ولا شايف المساله بدات ازاي؟ بسم الله والحمد لله. اولا سعيد بالدعوه وخصوصا مع اللواء نور الدين. ربنا يخليك يا قطر. سؤالك يعني يحتاج عدة نقاط. فضل. النقطة الأولى إنه اللي دعا الدكتور خالد سعيد مهندس سأله دكتور مرة وهو معنا في مهندس بترول ده كان معايا برنامج وقدامي نمرته بالإنجليزي، فبقوله مش ماشية مع الدقن، قال أنا مهندس في شركة بترول أجنبية. صح. إنما هو دعا إلى هذا وهو متشدد من يوم اما كنا نشارك في اي اجتماع او برنامج تلفازي يبان تشدده ويبان عنفه حتى في اختيار الكلمات والانفعالات وما الى ذلك. وانا اعتقد اعتقادا يعني اقرب الى الدقه انه يميل الى السلفيه التكفيريه، لان السلفيه عده انماط وعده الوان، منهم من يؤمن بالعمل السياسي، ومنهم من لا يؤمن بالعمل السياسي، منهم من يكفر الجميع زي السلفيه التكفيريه اللي في سيناء الا هم، ومنهم من يكفر الحاكم، ومنهم يكفر الشرطه، ومن يكفر الجيش، يعني انماط عديده، وللاسف كلهم يسموا نفسهم السلفيه، والسلفيه منهم براء، لان السلفيه الحقيقيه السلف الصالح خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث، ودول بيركزوا على العبادة وعلى تحرير العقيدة وعلى تزكية النفس وعلى التحرير أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح من الضعيف، جوانب عقائدية وعبادية أكثر ما فيش فيها جزء وتزكية النفس ومحاربة البدع وفق قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب هل خالد سعيد هو اللي بدأ هذه الدعوة؟ يعني كانت المسألة من بنات أفكاره كما يقولون، أنا أعتقد، ولا إن في تنسيق ربما بين أكثر من تيار، وإن جماعة الإخوان المسلمين ممكن تكون يعني دفعت بين الوجهة؟ لا، هو موجودة معاها في القيادة، إنما اللي انضموا فيما بعد ودعموا دول زي الغريق اللي في وسط البحر وعايز قشاية يمسك فيه، فمسكوا في قشاية أو حبل دايب، لأن هم تايهين. الإخوان المسلمين بدل ما كان يبقى لهم شخصية محترمة ويقدروا قيمة الوطن أولا وياخدوا درس من العراق ومن سوريا ومن اليمن والصومال وليبيا، كان أولى بهم أنهم يعقلهم ويشوفوا هذا الوضع ما ينضموش إلى عنف. أما هاني السباعي فدي طريقته زي أبو قتادة وأبو حمزة، يعني ما بيدور على شيء، ناس بتبحث.